من وصلت لماليزيا بعد ما داوم بالبريتش كونسل، أول صديقة تعرفت عليها كانت يابانية، وهاي البنية طبعا ساعدتني كل شوية. وبعدين ابتدوا أنه يصيرون عندي أصدقاء من الصين، من البرازيل، من الأرجنتين، من إسبانيا، من كوريا. حقيقة إحنا كنا جروب متنوع الثقافات صراحة. هذا داخل بريتش كونسل، لكن خارج بريتش كونسل أيضا تقدر تكون صداقات. مثلا أنه أكو بعض النشاطات تقدر تسويها، مثلا المواي تاي أو أم أم أي مثل هاي اللعبات أو غولف، تقدر تندمج ويا هذا المجتمع انه بهاي الالعاب، مثلا المواي تاي، الماركي، ام ام اي اللي هي الجيم الموجوده قريبه على بريتش كونسل، انه ايضا هي متنوعه الثقافات، بس انه راح تكون مجتمع ثاني عن مجتمع الطلاب، بعيد عنهم، انه تفكير مختلف، ثقافه مختلفه، بس مع ذلك انه الطلاب اللاعبين ايضا راح يكونون انترناشونال. مثلا عندنا مهدي اللي هو من اعتقد ايران، كوكو كونرادو برازيلي، بعض الاصدقاء كاثرين، الاخرين صينيين، يابانيين، اسبان، بريطان، فانه تقدر تحتك وياهم وتطبق اللغه الانجليزيه اللي تتعلمها داخل بريتش كونسل، تقدر تمارسها وتطبقها خارج بريتش كونسل بهاي النشاطات والاكتيفيتيز. وائل، بعض الطلاب احنا كنا نقعد يعني ناكل سويه، مثلا تاباك اللي مجموعة السيارات اللي تقدر تروح لها، انه تكون قريبة على بريتش كونسل، وهي الاكل يكون كلش رخيص واغلبيته سكان ماليزيين. صحيح، ومرات انت تقدر تدعو اصدقائك انه هم يجون يطبخون ببيتك. صح، هاي صارت الحالة يعني عدة مرات، انه اجوا بعض الاصدقاء الكوريين طبخوا لي كيمتشي، فكان هو حار سبايسي، بس الحمد لله يعني. وعادة انه الاكل حتى من يجون يطبخوا لك، انه راح الاصدقاء جدا محترمين وراح يدوروا لك اكل حلال احتراما لثقافتك.